إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. على قناتكم بابلو للمعلومات، في هذا الفيديو الجديد جئت لكم بمنتوج رائع الذي اشتريته اليوم، الذي وصلني اليوم والذي سبق أن فتحته، هو جهاز VR Box الذي وصلني من شركة جوميا بثمن مناسب، وهو 124 درهم، ثمن جد جد مناسب إخواني. سبق أن فتحته كما ذكرت، صراحة الشركة صادقة. نضع هذا جانبا. هو الجهاز إخواني، أتمنى أن ينال إعجابكم. أنا اشتريته ولم أريد أن أبخل عليكم. فهو لمن لا يعرفه، فجهاز VR Box هو جهاز نظارات واقع افتراضي، أي تعيش في عالم الافتراضي. سوف أفتح هذه العلبة وأرجع لكم. هناك شيء عجيب إخواني، لقد وجدت هذه، أي إنها تضعها في مكان العدسات لكي لا تخدش العدسات وأشياء أخرى. سوف نضع هذه جانبا ونفتح هذه على بركة الله. هو فتح شوى، سوف أزيل هذه العلبة، هي علبة تأتي لكي تحمي الفي آر بوكس. ها هو الجهاز إخواني، صراحة كنت قد تمنيت أن أشتريه وصدمت عندما رأيت الثمن في جوميا ولم أنتظر ولو دقيقة فاشتريته. أخي أختي الكريم، ضرر رائع وخيالي إخواني. ما هذا الشيء؟ أرجع مكانها. صراحة رائع إخواني، انظروا إلى العدسات. هنا أين تضع الهاتف؟ هنا تضع الهاتف، تضع الهاتف هنا، ثم تتمتع بالعالم الافتراضي إخواني. صراحة جهاز أعجبني. تزيل هذه بلاستيك هنا ثم تتمتع بالجهاز، صراحة ثمن مناسب. بملاحظة بالجودة، صراحة الثمن مناسب ويستحق هذا الثمن. ولا أنصحكم بشراء VR ماسك، هو جهاز ضعيف مقارنة بهذا الجهاز ونفس الثمن. مجرد نصيحة لمن يريد شراء الجهاز، صراحة رهيب. أنصحكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الزر الجرس لكي تتوصل بجديد منتوجاتنا وألعابنا وتطبيقاتنا إن شاء الله، ومجانيات كثيرة سوف نضعها في القناة قريبا إن شاء الله، عند وصولها، فور وصولها المجانيات سوف أقوم بوضعها إن شاء الله على القناة، لما لا إخواني. وكان هذا هو جهازنا لليوم، جهاز VR Box كما سترون، جهاز VR Box المعروف جدا ورائع، صراحة معروف بجودته الرائعة كما ترون. صراحة أتمنى أن يكون قد نالت إعجابكم هذه الحلقة، فلا تبخل علينا بمشاركة الحلقة مع أصدقائك لكي تتواصل، ولا تنسى الاشتراك وفعل زر الجرس لكي تتوصل بجديد تطبيقات وألعاب الأندرويد وكل ما يخص التقنية وعالم الأندرويد وعالم الويب بأكمله. أخي أختي الكريمة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. كان معكم أخوكم أحمد، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم هذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله، وإلى اللقاء.